أهلا وسهلا بالرائد عاتقة مصبح الظاهري رئيس قسم الإنقاذ البحري من الإمارات العربية المتحدة دبي. مساء الخير سيدتي. يا مرحبا فيكم، مساء النور. أهلا وسهلا، ألف مبروك ست عاتقة إليك وإلنا ولكل امرأة عربية طموحة ومنجزة. كان منتظر أو كان منتظر هالمنصب أحد الضباط الرجال زملائك، لكن أنت اللي تم اختيارك، مين شافك بهالمنصب؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنقل تحيات شعب الإمارات العربية المتحدة إلى شعب اللبناني المضياف، وأشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. هلا فيك. بالنسبة لوجودي في الشرطة البحرية اللي هو طبعا مركز شرطة المواني، ولله الحمد هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بقدراتي وحبي للمنافسة، وأيضا سبب حصولي على هذا اللقب. طبعا الكل يعرف المرأة اليوم لها نعم منافس قوي وهو الرجل، نعم لكن وأنا الحمد لله بفضل سبحانه وتعالى، ثم الرجل أيضا هو اللي اختارني إني أنا أتولى هذا المنصب مدير المركز، له كل الشكر والتقدير. وأيضا ما أنسى بعد دور القيادة الرشيدة اللي هي طبعا هدفها السامي تحقيق المساواة بين الجنسين، وأيضا تسعى أن هي تحقق تمكين المرأة في نعم شرطة دبي. نعم سيدتي، كيف تقبلوك زملائك الرجال؟ هل كان سهل عليهم؟ تبغين الصراحة، بداية أنا عن نفسي لم أواجه أي صعوبة، لأني الحمد لله تسلحت بالخبرة العلمية، طبعا كوني دخلت دبلوم الأمن البحري، وأيضا ولله الحمد أول عنصر نسائي في شرطة دبي يحصل على هذا الدبلوم، وأيضا التحاقي بدورة قيادة الزوارق البحرية، وهي طبعا من خبرات العملية اللي اكتسبتها، كان هذا الدافع أني أنا ألتحق وأكون رئيس قسم. بالنسبة لزملائي الرجال اللي موجودين في القسم، مثل ما قلت لك ما حصلت ولله الحمد أي صعوبة إني أنا أكون معاهم، بالعكس أنا تعاملت معاهم، إحنا كنت معاهم كأسرة، كنت للي قريب مني في السن أتعامل معاه كأم، واللي طبعا أصغر مني سنا كنت أتعامل معاه كأخت. نعم، الحادث اللي تعرضتي له بطفولتك كان حافز لهالإنجاز، لشو تعرضتي بعمر ال 11 سنة؟ وأنا طفلة تعرضت للغرق عمري 11 سنة، نعم ما مارست السباحة من هذاك نعم الوقت، نعم لين الحمد لله رب العالمين تم اختياري للالتحاق بدورة الزوارق. أكون معك صادقة، واجهت الكثير من الصعوبة الوقت اللي كنت موجودة في نادي السباحة وأنا على المسبح، مثل ما يقولون تعبت المدربة اللي كانت مشرفة علينا واللي كانت تدربنا في حوض السباحة، لكن مع الوقت يعني أقدر أقول لك حسستني إني كطفلة، عاملتني كطفلة، يعني أعطتني الأساسيات خطوة خطوة، لين ما نعم الحمد لله قدرت أكسر حاجز الخوف وأشوف نفسي اليوم إني أنا أقدر أسبح في نعم المسابح، والحمد لله رب العالمين. هالشيء أيضا ساعدني إني أنا أدخل دورة الغوص. نعم يعني واجهتي هيدا الخوف وكسرتيه، وبالعكس دخلتي يعني من باب العريض يعني، واليوم نعم صرتي بموقع ريادي بهيدا المجال. الحمد لله رب العالمين، وأنا لا شو زلت مستمرة سيدتي في شو دورة. مهماتك اليوم؟ أنا حاليا أشغل رئيس قسم الإنقاذ البحري بالوكالة. نعم طبعا مهام الإنقاذ البحري مهمتنا ولله الحمد مهمة سامية، عملنا عمل إنساني، إحنا نسعى لإنقاذ الغرقى، كل غريق أو كل من يرتاد البحر ويتعرض للغرق طبعا إحنا يحصل الفريق المنقذين هم الأوائل اللي يسعون في إنقاذ نعم الغرقى، لكن تفضل. هل برأيك في منصب ما بتقدر امرأة أن تصل له؟
لا طبعا، لا يمكن، لا يمكن هناك منصب يصعب على المرأة أن هي تشغله. بالعكس، في السابق كان يظن الرجل أن المنافس له من بني جنسه اللي هم الرجال، لكن الآن الصورة هذه تغيرت نهائيا، نعم. أصبحت المرأة هي المنافس له. شكرا لحضرتك ومنحييك، وحبينا تطلعي معنا بفوق 18 لنضوي على نجاحات المرأة العربية وأيضا المرأة الإماراتية. شكرا لحضرتك. العفو، كل الشكر لكم والتقدير.